الاهداف. التسامح كيف هي؟ كيفيه تطوير ثقافاتنا الاجتماعيه يعني قبول الطرف الاخر، كيف يعني انه نتفهم اراء بعض، بقول انه نفهم اراء بعض انه مهما كانت وجهات نظرنا مختلفه من كل النواحي. طبعا لما نناقش الحوار اللي بدور بيننا نناقشه باسلوب بعيد عن العنف والتعصب الديني. وين الخير في الموضوع؟ قولي لي وين الخير في الموضوع؟ ايش اللي دخل؟ ايش اللي دخل؟ ايش اللي دخل؟ ويلا؟ ويلا، شلون بصير معك؟ الشباب هي أهم الفئات اللي بتعمل على بناء وتنمية المجتمع. يعتبر هو عمود الفقري للمجتمع وللوطن وما يمكن الاستغناء عنه. كما يلعب الشباب دور هام في بناء المجتمع، حيث أن المجتمع الشاب هو أقوى المجتمعات، لأنه عنده قدرة هائلة على إعطاء كثير شغلات، من هالشغلات هي الدعم المادي، يعني إقامة ندوات توعية. ماذا لو كانت النقود هي ليست العامل الأساسي في تغير العالم للأفضل، ولكن هم البشر المسؤولون عن ذلك؟ حينها سنقول تبرع بنفسك وليس بنقودك، وسيتغير العالم من حولك، وكذلك سيغيرك العالم أيضا. هل يمكنك ان تكون